الإنجاب سنوات التي تبقى شاهدة على إنجازات فريق نادي القنيطري. وما عرفتش فؤاد واش تذكر واحد الحارس اللي كان من طينة حراس كبار، ولكن يعني غادرنا إلى دار البقاء الحارس الفصيلي اللي كان من أروع الحراس واللي ساهم كثير في صعود فريق نادي القنيطري في سنوات السبعينيات إلى القسم الوطني الأول، وكان كذلك أجرى نهائي يعني ممتاز ونهائي رائع أمام فريق الفتح الرباطي في منافسة كأس العرش. الحارس اللي بقى أعتقد مدينة القنيطرة تشهد على اسم هذا الحارس الكبير الفصيلي، وكذلك الحارس الذي جاء من ورائه فتاح اللي انتقل بعد ذلك لفريق المغرب الفتاتي. محاولة لفريق الرجاء والهدف، الهدف الأول لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، فعلها الوصلي هنا بمدينة القنيطرة وسجل الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء. اللاعب الوصلي استغل ارتباك دفاع فريق النادي القنيطري لوقع الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. هنا كنتحدثوا فؤاد على فرق الهوات، شوف التمريره ديال اللاعب الامام مبيدي اتجاه اللاعب الوصيلي، ارتباك في صفوف دفاع النادي القنيطري يعطي هدف لفائده فريق الرجاء الوصيلي القادم من فريق الاتحاد البيضاوي، من فريق طاس، فريق الامجاد، فريق الاسماء الكبيره، فريق الاتحاد البيضاوي اللي اعطى الوصيلي. هنا كنتحدثوا على فرق الهوات، كنتحدثوا على الفضاءات اللي خاصتها الجامعه لفرق الهوات واللي يمكن تعطينا اسماء كبيره، فالوصيلي قادم والاخر من فرق الهوات.